نحن كنا عايشين بالمليحة ضمن الأوضاع اللي وصلنا فيها وصارت معنا، انتقلنا من المليحة لمنطقة زدين وانتقلنا رجعنا كمان صار جدد الأحداث هنيك تطورت، طلعنا كمان من زبدين لكفر بطنة. أول ما وصلنا هون على البلد يعني شفنا التخريب والطرقات كلها مسكرة بالردم، وشوي شوي الحمد لله حتى تزبطت. بعدين فتنا هون على البناية وبلشنا عاد نشتغل فيها. أول شغلة فتنا وشفناها يعني هي بترجع غرفة الأب والأم، تمام، هذا اللي زعلنا عليه أكتر شيء، ودورنا على صورنا وصور أولادنا. استشرنا المختار واللجنة اللي تابعة تحت إيده، يعني اللي استشرناه إنه يعني نحن شو بدنا نسوي، فوجهونا للهلال الأحمر، والهلال الأحمر الحمد لله كمان ما قصر، قدم المساعدة اللازمة لنا، وهلأ عم نرجع نبلش نشتغل شوي شوي. نحن هلأ بمنتصف مشروع الملاحة، مشروع الملاحة اللي هو مشروع عائدين يتضمن كتات خشب وبالإضافة لصحية وخزانات. غطينا إلى الآن 375 عائلة والمشروع مستمر، ممكن إن شاء الله نغطي 400 عائلة أو أكثر شوي. هلأ عنا الخزان يتضمن هو خزان مع أكسسواراته ومع توصيله كامل للمنزل، والخشب هنا 3 قطع خشب يحددها تحدد العائلة، يعني شو هن بحاجة أكتر شيء، 3 أبواب أو 3 شبابيك ما بينه شباك هيك. والصحية تتضمن مغسلة وخلاطين وحنفية وبيكادوش وبطة حمام.